بعد استثمارات تجاوزت مئات ملايين الدولارات خلال المؤتمر. تختتم اليوم فعاليات مؤتمر ليب 24 في الرياض، والتي كانت بمشاركة أكثر من 1000 متحدث على مدى أيامه الأربعة. وخلال المؤتمر قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات نوعية وتقنيات إلكترونية مبتكرة لعملائها. إلهام العريني والمزيد في هذا التقرير. انطلقت أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني العالمي ليب خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض تحت شعار آفاق جديدة. الفكرة هو إتاحة فرصة للشباب والبنات المبدعين أنهم يقدمون أفكار إبداعية وابتكارية لتقديم خدمات من خلال التقنيات، والتقنيات الناشئة بالذات تساعد في تسهيل حياة عملائنا وبالذات المتقاعدين وكبار السن اللي هم في أمس الحاجة إلى أنه أحد يساعدهم. غالبا يكون يحتاجون تقنيات سهلة. إحنا الآن قاعدين نستخدم الذكاء الصناعي التوليدي في التخاطب والتعامل مع عملائنا من خلال الإنسان الرقمي أو من خلال الزيارات الافتراضية. أيضا عندنا السوبر آب، وهو يعني تطبيق موحد يتم فيه تحسين ومراجعة تجربة عملائنا. أيضا سيتم إضافة خدمات إضافية لم تعتد المؤسسة على تقديمها لعملائها، قد لا تكون تأمينية بالدرجة الأولى وإنما مالية، خدمات تخفيضات لعملائنا خاصة المتقاعدين، خدمات في السيفنج أو الادخار، الجمعية إذا تذكرون الجمعية اللي كنا نسويها أول سويناها إلكترونية وآلية بحيث أنه أكثر 5-6-10 يستطيعون أنهم يشتركون في جمعية كل شهر يأخذها أحد منهم. واحدة من الأفكار اللي بنسويها في السوبر آب أنه إتاحة الاستفادة من خبراتهم بحيث أنهم يعني يمكن استفادة من خبراتهم لشركات لأفراد وغيرها وبمقابل. فهذه من الخدمات اللي يعني استغلال القدرات والخبرات اللي تكونت عند هؤلاء المتقاعدين. من الرياض، إلهام العريني، MBC.